بسم الله. هنبدأ النهاردة المحاضرة بتاعتنا. هنتكلم النهاردة عشان نقفل الموديول بتاع 10 كله. هنتكلم النهاردة على البرينتنج البرينتر سيرفر. هنتكلم النهاردة على البرينتر سيرفر. كله معايا يا رجالة؟ اكبر بس الخط شوية. البرينتر سيرفر طبعا الموضوع ده مهم جدا 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 جدا، وطبعا اكيد انت هتشتغل بيه، هتلاقيه يعني هتبقى موجود في شغلك، ان انت ازاي تقدر تخلي البرينتر اللي موجود عندك في الشركه بتاعتك تشتغل كبرينتر سيرفر. يعني برينتر سيرفر تخلي الشركه كلها تقدر تطبع عليه حتى لو كانت البرينتر دي اس بي. ازاي تقدر تخلي الشركه كلها تطبع عليه؟ طيب احنا عندنا 10 مفاهيم لازم نكون عارفينهم. ده الموضوع بتاعنا النهارده، هو خلال هنتكلم فيه في 10 مفاهيم. اول حاجه عندنا البرينتر. المشكله ان الشاشه عايزه اعمل ريستارت للجهاز عشان تظهر. افتح انت معايا الميتنج. مش اول حاجه عندي البرينتر، او مصطلح البرينتر. مصطلح البرينتر، مصطلح البرينتر بالنسبه لي كسوفت وير بينقسم لجزئين. بينقسم عندي لجزئين. اول حاجه عندي، ما تروح تجيب لك معلقه من جوه احسن عشان انا عامل منظره صعبه. عندي فيرجنين. طبعا زمان في 2003 و2008 كان عندي حاجه اسمها فيرجن 3. كان عندي حاجه، كان التعريف بتاعي بينزل على حاجه اسمها فيرجن 3. من اول 2008 ار2 وال 2012 طبعا بقى عندي حاجه اسمها فيرجن 4. يعني ايه فيرجن 4؟ هناخد دلوقتي حاجه مع بعضينا اسمها الكلاس. هناخد حاجه مع بعضينا في التعريف اسمها الكلاس. اما باجي اعرف البرينتر بتاعي على سيرفر، ما ينفعش ان انا انزل التعريف بتاعي ك 32 بت ولا 64 بت. امال ايه؟ لا، انت عندك حاجه نازله من اول ال 2008 ار2، بص كده، اسمها الكلاس. لو انا جيت كده عرفت برينتر، جيت هنا في كنترول بانل، عندك حاجة اسمها هاردوير ديفايس اند برينتر. هنيجي مثلا نقول له اد برينتر، تمام كده؟ هنقول له ايه؟ اد برينتر. طبعا انت البرينتر از ذا برينتر از انت، طبعا هنقول له ايه؟ اد لوكال برينتر. هتقول له نيكست. انا عايزه ايه؟ اي بي تي ولا انا عاوز لا كارنت بورت؟ كارنت بورت. واقول له ايه؟ تي سي بي. طبعا عادي، دي هنجي لك فيما بعد. اقول له مثلا ايه؟ 192 72 10 18 نيكست. انا عايز اوريك حاجه في التعريف. ده بالنسبه لي اللي هو التعريف بتاعي، زي ما قلت لك التعريف كبرينتر، تعريف كبرينتر. وفي عندي حاجة اسمها برينت ديفايس. البرينت ديفايس، أو كلمة برينت ديفايس يعني طبعا يعني جهاز طبع أو جهاز الطباعة. ده بالنسبة لي بيمثل لي الهاردوير بتاع الجهاز. بيمثل لي إيه؟ الهاردوير بتاع الجهاز. لا ركز معايا بقى عشان الموضوع ده مهم جدا. الحاجات دي ممكن في البريك بتاعي.
ماشي كده؟ هتيجي هنا؟ يبقى انا عندي اول حاجه البرنتر كسوفت وير عندي فيرجنين ليها، عندي فيرجن 3 وعندي فيرجن 4. يعني ايه الفيرجن 3؟ التعريف بتاعها اللي هو اللي بيجي معاك على اسطوانه. طبعا انت عارف دلوقتي ان اغلبيه التعريفات بتاع الاسطوانات بتاع البرنتر اللي هي المالتي فانكشنز اللي بتبقى 4 في 1 او 5 في 1، انت بمجرد ما وصلت كابل اليو اس بي عليها هتلاقي عمل لك ايه؟ عمل لك بارتيشن ويقول لك اعمل انستول للتعريف، ما بيجيش معاه اسطوانه يعني، او بيجي معاه اسطوانه بس ده الاسهل لك. طيب انا بتكلم على برنتر كبيره مثلا. زي ايه؟ لو انا عندي برنتر اللي هي مكنه التصوير الكبيره، ودي انا عايز اعرفها للشركه بتاعتي كلها. فما تيجي تعرفها للشركه عندك كلها، انت ما بتحطش الاسطوانه بتاعتك وتقول انا نزل التعريف ال 32 ولا 64. امال بعمل ايه؟ بنزل حاجه اسمها الكلاس. مايكروسوفت عملت لك حاجة من أول ويندوز سيرفر 2008 R2. هي إن ده ما جيت لك الاثنين، ده ما جيت لك ال 32، ال 32 بت وال 64 بت وال، ركز معايا، وفي عندك تعريف هتلاقيه أي إي. بتاع إيه الأي إي ده؟ هتلاقيه التعريف ده بتاع البروسيسور الاي ام دي، جهاز الاي ام دي. فانت راجل عشان تقدر تعرف البرنتر بتاعتك لازم تنزل الثلاث تعريفات دول، ال 32 بت وال 64 بت وتعريف مين؟ الاي ام دي. فلازم تطلع، لازم تجيب ثلاث تعريفات دول. فمايكروسوفت عملت لك ايه؟ قالت لك ان انت عندك حاجه اسمها كلاس. الكلاس ده عباره عن ايه؟ عباره عن باكج. الباكج دي فيها جواها الثلاث تعريفات، ال 32 وال 64 والاي ام دي. ليه؟ عشان انا دلوقتي لو انا عرفت تعريف ال 64، طب ما انت عندك هتلاقي عندك في الشركه بتاعتك ناس عندها 32 بت. طب اللي عندهم 32 بت يا عم حسام هتعمل ايه؟ ما انت غصب عنك هتدور برضو بالاسطوانه وهتروح لهم عندك هناك لحد عندهم لحد مكتبهم عشان ايه؟ برضه تحط الاسطوانه عشان يتعرف. لا، مايكروسوفت قالت لك لا، الكلام ده كان زمان. يعني بص كده، عندك حاجه اسمها كلاس درايفر. كلاس درايفر ده هو ده اللي جواه الاثنين، الثلاثه 32 64 الاي ام دي اللي هو الاي اي. ده بيجي جوه الاسطوانه اللي بتبقى جايه برنتر ولا بيبقى جايه في الغالب مع الاسطوانه، او في الغالب ما بتجيش معاها اسطوانه، بتقول لك ايه؟ خش على الموقع بتاع مثلا شارب، هو في الغالب تبقى شارب يا كانون يا توشيبا، المكان كبير قوي ده، وتروح تنزل التعريف بتاعها. فانت ما بتيجي تنزل التعريف فبيقول لك في تعريف اسمه ال سي، ال سي او ال سي على ما افتكر اسمه ال سي. ال سي ده بيبقى فيه برضه ثلاث تعريفات. او بيقول لك ايه؟ انت الباكج بتاع ويندوز سيرفر 2012 انت هتنزله على ويندوز ايه؟ في الغالب هتنزله سيرفر 2008 2012. فبيبقى عامل لك الباكج اسمها كلاس درايفر. لازم تنزل الباكج اللي اسمها كلاس درايفر. لو نزلت تعريف ال 64 بت انت كده هتواجهك مشكله، ان انت لو عندك مكنه 32 بت مش انت لازم لسه هتخش على الموقع تاني، وفي اماكن كتير، في مواقع كتيره بتبقى منزله لك التعريف 64 بت. لا ده نوع دي انواع مكن. يعني الكانون مثلا دي كلها انواع. الدل نفس الكلام. يعني اكتر حاجات انت هتتعرض لها في شغلك هو اتش بي، توشيبا، كانون، سامسونج، ريكو. ريكو دي اكيد هتقابل، وانضف حاجه. تعرف ان ريكو نضيف جدا جدا، نضيفه جدا جدا جدا. والكانون، ما الكانون جميل. فانت في الغي، فانت بص ده التعريف. طيب انت عندك تلاقي عندك حاجتين، حاجه اسمها ويندوز ابديت. يعني ايه ويندوز ابديت؟ يعني انت هو بتخش على موقع مايكروسوفت هتنزل التعريف ده. طيب عندي هافا ديسك. هافا ديسك ان هو بيكون معاك عليه
على اسطوانه، وانت في الغالب ما بيكونش معاك على اسطوانه، انت بتروح تحمله من الموقع وبتروح تشاور عليه، طبعا بتبقى على الديسك توب مثلا ولا اي مكان، وتدي الملف بيبقى دوت اي ان اف، هتلاقي ظهر لك هنا واعملها لك. طيب تاني حاجه عندي برنت ديفايس. البرنت ديفايس دي المقصود بيها الهاردوير كهاردوير نفسه. طب يعني ايه مقصود بيها هاردوير؟ اقول لك انا مقصود بيها هاردوير ايه. الهاردوير طبعا السوفت وير زي ما قلت لك هي مقصود بها مين؟ لو احنا جينا اتكلمنا على السوفت وير، السوفت وير احنا ما قلنا عليها الفيرجن 3 او فيرجن 4. طيب لو احنا اتكلمنا هنا على سوفت وير، هنقول مثلا فيندور. يعني فيندور اللي انت بتشتري من او المنتج بتاعك، ماشي. هنقول عندك حاجه ثاني لها الاوبريتنج سيستم اللي هو او اس، هنقول عليه الاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم فيرجن. طيب لو عندك مثلا حاجه زي اتش بي، فيندور زي اتش بي، زي ما قلت لك ان انت اما تيجي تنزل تجيب البرودكت بتاع اتش بي مثلا، لازم تنزل الفيرجن بتاعه بتاع ايه؟ لازم تجيب له الابديت التعريف بتاع الاكس بي والفيستا، صح؟ و7 و8 و10، صح؟ واحيانا 2003. طبعا في الغالب اللي بيشتغل على اكس بي بيشتغل 2003، بس انت لازم يكون التعريف ده ايه؟ يكون بينفع ما انت عندك في برنترات مثلا محسام يقول لك ايه؟ ان البرنتر دي ما ينفعش تشتغل الا على ويندوز اكس بي بس، صح؟ اه طبعا وفي ناس بس طبعا بس طبعا ما فيش حد شغال بفيستا. فهتلاقي عندك ناس في برنترات لحد دلوقتي هي سبورت اكس بي. طب سبورت اكس بي يبقى انت ممكن تنزل لها سيرفر 2003، يبقى انت ممكن تنزل لها سيرفر ايه؟ 2003. طب انت عندك في طبعا وفي حاجه في بعض حاجات تشتغل على 32 بت ما تشتغلش على 64 بت. عشان كده اما بنيجي ننزل اللي هي البي تي، فعشان كده احنا بننزل حاجه زي ما قلت لك اسمها كلاس درايف. الكلاس درايف دي اللي فيها ايه؟ زي ما قلت لك الباكج كلها اللي هي ال 32 بت و 64 بت والاي اي اللي هي بتاع البروسيسور بتاع البروسيسور اللي هو ايه؟ الاي ام دي. يعني هنا زي ما قلت لك هتلاقي عندك ايه؟ بروتينج سيستم 32 بت و 64 بت. لازم ده يكون سبورت ال 32 وال 64 بت، عشان في برودكت هتلاقوها مش سبورت ال 32، انا مش 64، هتقول لك سبورت 32 بس، هتقول لك كتير طبعا. عندي بعد كده زي مثلا ايه؟ هتلاقي البرنترات القديمه زي ال 10 10 دي وال 10 18 الحاجات القديمه دي. عندك بعد كده لو اتكلمنا على البرنتر سيرفر، البرنتر سيرفر معناها ان الجهاز المتوصل مباشرة، يعني واصل بالجهاز الواصل بالبرنتر مباشرة، انا بالنسبة لي الجهاز ده عبارة عن ايه؟ برنتر سيرفر. زي مثلا ايه؟ لو انا الجهاز بتاعي واصل البرنتر دي واصل الجهاز عليه ويندوز اكس بي، عليه ويندوز 7، عليه ويندوز 8، عليه ويندوز 10،
عليه ويندوز سيرفر سواء 2003 او 8 او 12. الجهاز اللي واصل دايركت بالبرينتر دي اسمه بالنسبه لي برينتر سيرفر، اسمه بالنسبه لي برينتر سيرفر. تمام كده؟ طيب رابع حاجه عندي، طبعا الحاجات دي لسه هنتكلم بيها فيها تاني. عندي حاجه اسمها برينتر نتورك. لا، واصل بجهاز دايركت، اي جهاز في النتورك. يعني مثلا ايه، هتلاقي عندك في قسم عندك مثلا الاتش ار او الاكاونتنج مثلا، تلاقي كل واحد جايب لك برينتر وحاططه على مكتبه. انا واجهت، انا مره شفتها في احد الاماكن كنت بعملها نتورك يعني. لا يا باشا، انت دي حاجه لا تذكر يعني، حاجه من ضمن ذكر اسماء الهيئه العربيه للتصنيع يعني. مثلا انا كنت بعمل لهم مثلا نتورك في احد الاماكن، لقيت لهم في كل مكتب. الكلام متسجل يا باشمهندس، خلي بالك. في عندك على كل مكتب في برينتر، على كل مكتب. تيجي تقول له ايه، تيجي تقول له مثلا انت، ما هي مكتب على في الديبارتمنت كلها وتخدمه على بعض، يقول لك لا انا ما بحبش اطبع عند حد، انا البرينتر دي بتاعتي وانا جايبها لنفسي. اموت بيعمل كده؟ لا، احنا عندنا ما فيش الكلام ده. احنا ممكن لو برينتر يو اس بي، برينتر عاديه زي ال 10 18 او ال 10 20 او ال 1005 او الحاجات الجديده، مش عارف الموديلات الجديده عامله ايه اللوكال دلوقتي الصغيره دي، ممكن تخليها برينتر سيرفر. ازاي يا عم حسام؟ ازاي تخليها برينتر سيرفر؟ سيبك من التكتكه بقى، انت بتروح تجيب لها ايه؟ في كونفرت، في كونفرت كده، كونفرت انا شفته عند النخيل وشفته عند كذا مكان يعني. الكونفرت ده بيعمل لك ايه؟ بيحول لك اليو اس بي للنتورك. لا انا بتكلم على ايه؟ لا انت دلوقتي في ديفايس، ده ديفايس ده اسمه كده، تحط فيه اسمه برنت سيرفر؟ اسمه برنت سيرفر، واسمه كده، توصل يو اس بي يطلع لك. اولا انا اعرفه نصفه كونفرت من يو اس بي باي لان يعني. يعني يمكن بقى الحاجات الجديده اللي انا اعرف ان الكلام ده من حوالي 3 4 سنين، ورحت وجبته من عند النخيلي كان بثمنه بثمن البرنتر، ثمنه بثمن البرنتر. هو جهاز مش كونفرت. لا هو كونفرت، لا ده من زمان، ده موجود من زمان. الجهاز نفسه لا، ده انا قصدي بقى ان في الكونفرت الصغير ده، الكونفرت ده انت بتشتري، هو بيحول لك من يو اس بي باي لان. ده انا شفته في النخيل عشان كده عجبني وساعتها رحت اشتريته يعني. كان عندي برينتر مالتي فانكشن 3 في 1، كانت عاملاها اتش بي، كانت قديمه، كانت عندي كده يعني، كانت هي برينتر وسكانر ومكنه تصوير وفيها فاكس، بس كانت يو اس بي، وانا كنت عايز اشغلها في ديبارتمنت في قسم من الاقسام، عايز اشتغلها لان باي نتورك، فجبت لها الكونفرت ده فحولت لي المكنه كلها من يو اس بي لباي لان وخدت اي بي اوتوماتيك. ما هو بيبقى نازل معاها ابلكيشن صغير كده، الابلكيشن مع الكونفرت نفسه ده، انت بتخش بتدخل عليه وبتدخلها اي بي. ايه؟ بتكونفجر عن طريق الاي بي. بتدخل عن طريق الاي بي. طيب البرينتر نتورك ان انت بتعمل ايه؟ في بعض الاماكن هتقول لك ايه، احنا مش هينفع نشتري برينتر كبيره اللي هي مكنه التصوير دي، لو انها دلوقتي بقت رخيصه يعني ب 7000 ولا ب 6000 تقدر تجيب مكنه كبيره والناس كلها تشتغل من عليها. يقول لك لا. ايه؟ لا، في بعض اماكن كده مثلا في شركات معينه يقول لك لا انا ما بحبش اجيب استيراد، انا بحب اشتري حاجتي جديده. يقول لك انا عايز في كل قسم هجيب مكنه مالتي فانكشن. في اماكن كتير هيقول لك لا انا عايز جديد، ما بحبش اجيب استيراد. فعندك في مكنه مالتي فانكشن زي كده اتش بي، مش فاكر فيرجنها كام بالظبط يعني، اللي فيها فيدر دي، في مكنه اللي هي كبيره اللي فيها فيدر ومكنه تصوير ومكنه قويه يعني.
وما والحبو والكارتج بتاعتها بتستعمل عدد حوالي 2000 او 3000 ورقه يعني. المكنه دي بيقول لك ان تجيبها في كل ديبارتمنت يعني كل قسم، مثلا القسم عندك في اوضه زي كده زي الاوضه الكلاس اللي احنا فيه كده، في مثلا 7 8 مكاتب تقدر تخدم على المكان ده. يقول لك انا مش هشتري مكنه مثلا ب 7 8000 جنيه، لا انا هجيب واحده ب 4 5 4000 جنيه، لو انا الفرق مش بعيد يعني. هيقول لك 10 مكنات على 10 اقسام. فانا بدي اي بي ستاتيك للمكنه دي وبعمل عليها كونكت وبخلي ديبارتمنت كله يطبع عليها، ده في حاله لو هم مش دومين. الكلام ده لو الناس دي في حاله ان هم مش دومين. طب لو هم دومين، لا في هم دومين بقى هتشوف احنا هنعمل معاهم ايه. في اوبشنز كتير هنعمل عليه. يعني مثال بسيط اقولها لكم كده، مثال بسيط ارسمها لكم في البوينت بس. هي بتاع اسمه مش باين. مش جايبه دي. ام اس بنت. ام اس بنت. لو احنا افترضنا ان ده مثلا جهاز الكمبيوتر بتاعه اهو، سيبه مع مصطفى البرينتر، ادي الكلاينت بتاعه اهو، وادي البرينتر، ادي البرينتر بتاعتي، وادي السويتش. وهذا الكلاينت، الكلاينت المفروض الكلاينت ده بيروح يعمل ايه؟ بيروح للبرنتر عشان يدي امر الطباعه، صح كده؟ المفروض يروح يكلم البرنتر عشان البرنتر دي مثلا اديها 1200 او 10 200. المفروض الكلاينت ده بيروح يتصل بالبرنتر عشان يعمل ايه؟ يعملها برنت. البرنتر دي واصله على مين؟ على السويتش. لا البرنتر دلوقتي الراجل ده مش هيعمل كونكت على ده، امال هيعمل كونكت على مين؟ هيعمل كونكت عندك على الفايل سيرفر، عشان الفايل سيرفر المفروض اسمه فايل اند برينتنج سيرفر. يعني الفايل سيرفر هو بيشيل الاثنين، بيشيل برينتر سيرفر وبيشيل الوظيفه بتاعته ان هو بيشيل فايل سيرفر نفسه. بس احنا في الغالب ما بن يعني بنقول عليك في ايه الفايل سيرفر لوحديه، عشان الفايل سيرفر ده بيبقى عليه هيدك في الاوثنتيكيشن كتير، فانا بنحط البرينتر سيرفر دي على حاجه ثانيه. ايه تقول اديشنال علي سيرفيس، السيرفيس الصغيره بتاع البرينتر يعني، بس هو الاساس المفروض ان هو فايل اند برينتنج سيرفر. فبنعمل ايه؟ الراجل ده بيروح يعمل كونكت كلاينت على الفايل سيرفر، طبعا ده كله واصل بالسويتش، والفايل سيرفر هو بيروح يكلم مين؟ البرينتر. يعني الكلاينت بيدي الامر بتاعه للبرينتر، بس الامر بتاعه بيروح ازاي؟ بيروح للفايل سيرفر، والفايل سيرفر يروح رميه على البرينتر. عشان انا دلوقتي المتحكم المفروض في البرينتر مش البرينتر نفسها ولا الكلاينت، لا ده الفايل سيرفر هو المتحكم في البرينتر. لا هو في كونكشن كده كده، هم كله وصل ببعضين، بس انا بقول لك الامر ماشي ازاي. ما هو ده وصل بالسويتش وده وصل بالسويتش وده وصل بالسويتش، بس هو الامر لا بص السويتش وظيفته ايه في النص؟ ما الا كونكشنز، ما اقول لك بيدي الناس دي بس كونكشنز، هم بيربطهم ببعض بس، انما حاجه اكتر من كده لا. يعني هو ما فيش حاجه اكتر من كده يعني، بس هو الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ الدنيا بتبقى ماشيه ان الكلاينت بيروح يدي للفايل سيرفر،
والفايل سيرفر بروح يعمل ايه؟ رمي على البرينتر. فاصبح المتحكم في البرينتر الفايل سيرفر مش الكلاينت كمان ولا اي حد. يعني انا دلوقتي مش هخلي الناس تطبع مباشرة من على مين؟ من على البرينتر. يعني الواحد دلوقتي يعني ام حسين بدل ما هو بيلعب على الماوس كده تعبتني يا اخي، والله تعبتني يا اخي، والله تعبتني. ماشي هات الماوس، هات الماوس، حط الماوس. طب يبقى انا دلوقتي مش انا اللي هقدر اتحكم في البرينتر، مش هخلي الكلاينت اللي يقدر يتحكم فيه. يعني دلوقتي بدل الامر، انا ممكن الامر ده دلوقتي الكلاينت هو بيديه للبرينتر اوقفه. ليه؟ ما انت عندك فيما بعد هتشوف ان انت عندك حاجه اسمها بريوريتي. يعني ايه بريوريتي؟ يعني في واحد ليه اولويه يطبع قبل واحد. يعني مثلا انا واخد بريوريتي اكتر من سمير، فانا اطبع قبل سمير. طب سامح في النص، سامح هو دلوقتي الراجل الادمن، فهو شايف الامر بتاعي وشايف الامر بتاع سمير. لا هو ممكن يلغي الامر، يوقف الامر بتاعي ويشغل الامر بتاع سمير. تظهر له رساله ان سمير هو عطى امر، يروح يجي يقف عليه ويقول له ستوب، ما خدش يطبق. تاخدوا كل حاجه دلوقتي دي. ده بالنسبه للبرنتر ايه؟ نتورك. عندي بعد كده طبعا عندي حاجه اسمها برينتر لوكيشن او برينت لوكيشن. يعني ايه محسن برينت لوكيشن؟ يعني انا بكتب على كل برينتر عندي هي مكانها فين. يعني انا مثلا عندي برينتر في الاتش ار، عندي برينتر في الاي تي، عندي برينتر للمانجر، عندك عندي برينتر للسيلز. فاصبح دلوقتي مثلا انا لو البرينتر بتاع الاتش ار باظت، ومثلا البرينتر بتاعه السيلز الاثنين جنب بعض او جنب الحسابات، فانا عايز الناس دي تطبع عند الناس دي، فانا لازم اجي على كل برينتر واديها اللوكيشن بتاعها، بكتب لها لوكيشن، بقول ان البرينتر دي هتبقى مكانها الحته الفلانيه، برينتر دي مكانها الحته الفلانيه، عشان بالنسبه لي اما تظهر او اروح اعرفها لحد اكون عارف البرينتر دي هي عند مين. طب هي دي بايظه فيها مثلا اي الكارت الصحه البقره الصحه بتاعها بايظ، الراجل اللي بيجي يعمل لي صيانه للبرنترات انا هقول له البرنتر الفلانيه والفلانيه والفلانيه، مش هلف على كل واحده واقول له لا انت دي بايظه ودي بايظه ودي بايزة. وفي حاجات ما تبقاش بايظه، فلازم تحدد لكل برنتر اللوكيشن بتاعها. عندي بعد كده حاجه اسمها برنت افيلابل. برينتر افيلابيلتي، برينتر افيلابيلتي يعني ايه برينتر؟ هي البرينتر دي متاحه، هي شغاله من كام لكام؟ هو اي حد هنسمح له او نسيبه يروح البرينتر متاحه ليه 24 ساعه في 24 ساعه؟ طب ما هو انت بعد ما تمشي ممكن يكون معاك كتاب تفسير الاحلام وعايز تطبعه مثلا، عنده مش راضي يروح يشتري كتاب سلاح التلميذ لابنه ب 10 ولا 20 جنيه ويروح يقول لك يروح يطبع لك. بتحصل، بتحصل ان واحد يصدق ما يصدق ان الموظفين تمشي ويروح يعمل لك ايه؟ يكون جايب لك مثلا كتاب تفسير الاحلام كده ولا اي حاجه ويروح يطبع مثلا 500 ست عشان يشتري كتاب مره من بره ب 10 جنيه ولا ب 20 جنيه يخلص لك حبر مثلا ب 300 400 جنيه. ده غير الورق، ده غير الورق. فانت بالنسبه لك البرنتر دي افيلبل معاك شغاله من كام لكام؟ ما هو انت ممكن تدي الناس ان البرنتر دي متاحه ليهم من الساعه 12 للساعه 1 او للساعه 2. طب ما هو متاح ليه ان هو يطبع عدد ورق محدد في اليوم كله؟ ليه بريوريتي مثلا؟ انت عندك البريوريتي من 0 ل 99
من 1 ل 99 تدي له بريوريتي 0 هيطبع ولا يشوف الطباعه دي بيعني اصلا يعني تبقى متوحه بالنسبه له بس هما البريوريتي بتاعه ما فيش. عندي بعد كده رقم 7 عندي برينتر بريوريتي يعني بريوريتي اولويه من 0 ل 99 0 ده مفيش حتى لو مفيش اوردرز عليه مفيش يعني هو ما ياخدش اي حاجه ما يطبعش اي حاجه المانجر طبعا بتديله 99 يعني تفرق ايه بقى اقول لك تفرق ايه تفرق مين الامر بتاعه اللي هيطبع الاول قبل الثاني يعني مثلا باشمهندس حسام هو واخد هو ده مانجر مثلا في الشركه فواخد بريوريتي مثلا 80 وانت واخد بريوريتي 60 الامرين هيروحوا لمين للبرينتر بس هيطبع مين قبل مين لا هو الاول ليه عشان البريوريتي بتاعته هو قبلي انا بكتير فطبعا البريوريتي بتاعته هو قبلي او هو الاولويه بتاعته اعلى هو الامر بتاعه هيروح للمكان هيطبع المكنه هتاخد الاثنين كده كده المكنه بيبقى فيها رامات عارفين كده المكنه بتبقى فيها رامات الامرين هيكون عند المكنه في الرامات بتاع المكنه بس انهي واحد يطبع قبل الثاني لا اللي هو واخد بريوريتي اعلى من الثاني طبعا انت في الغالب بتدي المانجرز هم البريوريتي بتاعهم اعلى من الثاني في حاله ايه انت بتعمل الكلام ده في حاله لو انت في برينتر واحده بتخدم على مكان كبير على دور كامل طب لو انت عندك في ديبارتمنت كل ديبارتمنت فيها المكنه بتاعتها مش محتاج تعمل بريوريتي هم الناس دي هم 5 6 هم 5 6 موجودين في نفس المكان خلاص اهي ما هي خصوصيه فيه لا 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 ما انت هتاخد دلوقتي حاجه ان بعد ما تاخد بعد ما تدي امر بعد ما تطبع الامر ده تحط لك ورقه فاضيه في النص او تحط لك مثلا اللوجو بتاع الشركه زي ما انت عايز يعني وفي حاجه عايز اقول لك في حاجه ثانيه انت بتعملها انت كده بتعملها يعني ان انت اساسا بعد ما حد بيدي الامر بتاعه وبيطبع هو بيروح للمكنه بيسحب الورق بتاعه او بيكلم الاوفيس بوي يروح يجيبه له مفيش حد بيسيب الورق بتاعه ويتراكم كده لا مفيش الكلام ده انا ما شفتهاش عن نفسي يعني هندسه عندك بعد كده هندسة. رقم 8 هندسه سبولر عارفين السبولر فولدر ايه السبولر فولدر ده هندسة. لو انت جيت كده على فتحت الويندوز بتاعك فتحت سي هندسه فتحت سي هندسه عندك كلمة ويندوز عندك سيستم 32 هتلاقي عندك في فولدر كده اسمه سبولر سبول هذي فوق السبول ده السبول ده في ايه بقى يا جماعة اي امر انت بتدي للبرينتر بيروح هنا اي امر طباعة بتدي للبرينتر بيروح هنا على طول بروح طارق هنا المكان ده هنا طبعا هنا بيبقى فيه كل اوامر الطباعه هو انت لو شغال بقى على برينتر لوكال هي الجهاز اللي متسطب عليه البرينتر لوكال هي الاوامر بتروح فين على السبول اللي موجوده فيه طبعا انت خلي بالك انت عندك برضو سيرفيس اسمها سبول عندك كده في رقم 9 اسمها سبول سبولر سيرفيس لو انت جيت كده فتحت السيرفيس بتاعتك طبعا انت في حاله لو المكنه عندك مهيسه ولا مهنجه ولا الكلام ده بتيجي تفتح السيرفيس اللي عندك اللي موجوده على سواء على الكلاينت او على السيرفر نفسه وهتيجي هنا تيجي تفتح السبول مين اللي فاتح المايك هو ابنه سامعين صوت ابنه ولا بنته ده يا هندسه
ده صوت ابنك ده ولا بنتك؟ كنت بقول في حاجة تانية. ايه؟ ده بنت، بنت ان شاء الله. بقول لك ممكن نطبع برضه على الهولد. لا ده احنا هنتكلم دلوقتي على برينتر سيرفر، الهولد ده لسه شوية، بس هنتكلم فيه شوية. ادي عندك سيرفيس عشان بس لا ده لسه ما نيجي ناخد ما الاوبشنز يبقاش فيه عشوائيات يعني في الورق. لا 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 لسه شوية، ماشي. لسه ما اتكلمناش. عندي حاجة اسمها ايه؟ برينتر سبولر. السيرفيس دي باي ديفولت عاملة ايه؟ راننج اهو شغالة. طبعا البرنتر السيرفيس دي لو البرنتر عندك مهيسه لازم تروح تعمل لها ايه؟ تيجي تعمل لها كده ريستارت. طبعا بتبقى عامل ريستارت تلاقي الدنيا اشتغلت على طول يعني. يبقى احنا خدنا لحد كام؟ 9 10. عندي حاجه اسمها برنت برميشن. يعني ايه برميشنز؟ هو مين؟ طبعا انت عندك البرنتر، عندك البرنتر فيها 3 برميشنز بس. اما تيجي تعرف البرنتر بتاعك هتلاقي فيها 3 برميشنز بس. ايه هما البرميشن دي؟ اول برميشن عندك اللي هي ايه؟ برنت. ان الناس تيجي تروح تقف على اللي واخده صلاحيات برنت. امال الصلاحيات التانيه ايه؟ طبعا مش تبقى جايه هنا يعني. هتلاقي عندك حاجة اسمها مانج ذيس برينتر او مانج دوكيومنت. دول هما الاثنين. مانج ذيس برينتر يعني الراجل ده بيقدر يعمل كل حاجة في البرينتر. يقدر يعمل كل حاجة في البرينتر. امال ايه مانج دوكيومنت؟ لا المانج دوكيومنت دي ان هو يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعدل بقى في الطباعة، سواء الطباعة بالعرض أو بالطول أو أو حجم الألوان أو درجة النقاء قد إيه والكلام ده كله يعني. لا ده أنت بتديها لحد بعينه. هي على الكل، مش حدش واخد البرميشن دي. هو البرميشن الناس واخدها بالنسبة لهم إيه؟ برنت بس. اه طبعا. عندي بعد كده رقم 11. طبعا الحاجات دي احنا لسه بنتكلم في خطوط عريضه بس، احنا لسه هنتكلم دلوقتي ان ديتيلز في العمل بتاعها يعني. عندي حاجه بقى ده اسمها برنت بولينج. يعني ايه محمود برنت بولينج؟ يعني لو انت عندك كده في الشركه بتاعتك، بس طبعا دي ما حدش بيعملها يعني. عندك هنا ادي برينتر وادي برينتر. دي برينتر واحد ودي برينتر اتنين وادي كلاين. البولينج يعني ايه؟ البولينج يعني انت ككلاينت عطيت امر مره تطبع على البرينتر دي ومره تطبع على البرينتر دي. يعني مثلا لو انت اعطيت امر ب 100 ورقه وطبعتها على البرنتر هتروح لمين؟ لبرنتر واحد. عندي بعد كده الامر الثاني بورقتين هيروح على برنتر، برنتر اثنين. عندك الامر الثالث ب 50 ورقه هيروح يتطبع على برنتر واحد. فدي مشكله. دي المشكله الوحيده اللي موجوده فين؟ في البرنتر بولينج. ان لو هما الاثنين متوصلين ففي برنتر هتاخد عدد ورق كبير، هتعمل زي لود بالانسنج ما بينهم يعني. دي تشتغل وتفصل، دي تاخد امر ودي تاخد امر، دي تاخد امر وتاخد امر، تاخد امر. بس دي ما انا ما بفضلهاش يعني. بس لازم الاثنين يكونوا نفس الموديل. الاثنين دول لازم يكونوا نفس الموديل، بس انا ما بحبهاش القصه دي يعني. عندي بعد كده رقم 12. عندي حاجه اسمها انترنت برينتر. يعني ايه انترنت برينتر؟ يعني انت عن طريق الانترنت او عن طريق النتورك تقدر تطبع من البرينتر، عن طريق صفحة البراوزر. تفتح البراوزر حتى من على موبايلك وتقدر تطبع من الموبايل دايركت من غير ما تعرف هو اي حاجة.
لا انت دي سيرفيس، انت دي سيرفيس انت بتخش تنزلها. والله يا لسه نازله في اول سيرفر 2008 ار 2، بتنزلها في سيرفيس معينه، بتنزلها في السيرفر مانجر اسمها برينتر، اسمها انترنت برينتر. اي برينتر بتحولها لك لويب، تقدر تطبع عن طريق ويب. رقم 13 عندي حاجة اسمها ليست ان اكتف دايركتوري. يعني يا جماعة ليست ان اكتف دايركتوري؟ يعني انا بسيب خبر ليها جوه الاكتف دايركتوري، بسيب اسم ليها جوه الاكتف دايركتوري. طب وانا دي احسن يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اما اجي اسرش على البرينتر دي، اما اجي اخدها من على الشير، مش هاخدها من على الشير دايركت، اما اخدها من مين؟ من الاكتف. في عندك كده تشيك بوكس لازم بعد ما تعرف البرينتر بتاعتك تعلم عليه، ليست الاكتف دايركتوري. دلوقتي اصبح اما تيجي تسرش على المكنه دي، انت مش هتسرش عليها باي شيرد، لا، ما ممكن الشير يكون مقفول مثلا انتي فايروس يا عم، قافل لك الفاير وول مثلا، فاتح لك الفاير وول، فانت مش قادر توصل على الشير على المكنه دي. بس انا شايفها منين؟ الاكتف دايركتوري. فانت هتجيبها من الاكتف دايركتوري. عندي 14 عندي حاجه اسمها ديبلوي برينتر ويز جروب بوليسي. يعني ايه بقى ديبلوي ويز جروب بوليسي؟ يعني انت بتبقى البرينتر لازقه في الراجل، يعني في اليوزرز. في ايه؟ اليوزر ده فتح في اي مكان على حسب الاويو اللي هي فيها، البرينتر اللي متسطبه في الديبارتمنت دي هتبقى لازقه فيه. يعني نقل من الجهاز ده، نقل دخل على الجهاز ده، نقل من الجهاز ده على الجهاز ده، البرينتر هيدخل الاهم متسطبه جاهزه، مش هدخل انا اروح اسطبها له، لا، هي معمول لها ديبلوي. طب هو يقدر يمسحها؟ لو انت سحبت تعريف او سحبت البرينتر ورحت عرفتها ويز شير عن طريق الشير او عن طريق الاكتف دايركتوري، لو هو جه وقف عليها يا سمير، لو هو جه وقف هنا مثلا ودوس رايت كليك، يقدر يقول ريموف ديفايس. هتمسح معايا؟ هتمسح ولا مش هتمسح؟ هتمسح، هتتمسح خالص، ولا اي حاجه. انما الجروب بوليسي لا، انا بقول لك العاديه، العاديه اللي هو بيجيبها من عن طريق الشير هيمسحها، انما الجروب بوليسي هيقول انت مين، مش هينفع يمسح اي لزقه فيه. طبعا دي احسن. بتريح نفسك في ايه؟ ان انت دلوقتي راجل بتعمل ايه؟ انت نزلت نسخه ويندوز مثلا لسامح، هو سامح مثلا في قسم السيلز، رحت نزلت له نسخه ويندوز، تمام كده؟ طبعا بعد ما تنزل نسخه الويندوز لازم تعرف له البرينتر، صح؟ طب وانت ليه تتعب نفسك؟ وانت ليه تتعب نفسك؟ هو بمجرد ما انت اليوزر ده عمل جوين للدومين ودخل باليوزر نيم والباسورد بتوعه، هيدخل هيلاقي البرينتر باي ديفولت هي اللي شغاله عنده الاساسيه. ولا تعرف ولا توجع دماغك بتعريف، ولا ده تعريف 32 بت، ولا تعريف 64 بت، ولا تعريف اكس بي، ولا تعريف 7، ولا تعريف 8، ولا وجع الدماغ ده خالص. هو يخش يلاقي البرينتر متعرفه دايركت على طول. طبعا دي احسن. دول ال 14 خطوه. عايزين حاجه؟ نبدا نشتغل ايه؟ العمل بتاعه. طيب انا باجي، اما باجي اعرف برينتر، اول حاجه زي ما قلت لك انت بتعرفها على ايه؟ على السيرفر بتاعك. انت دلوقتي البرينتر دي هتكون متعرفه دايركت على السيرفر، مش على جهاز الكلاينت. مش البرينتر دي بقت نتورك؟ مش هي نتورك؟ طب
الخطوات بتمشي ازاي؟ الخطوات بتمشي ازاي؟ الخطوات ان انت لو عندك برينتر نتورك انت بتوصلها باي نقطة عندك موجودة في النتورك في الشبكة عندك وتديها اي بي. لازم الاي بي بتاع البرينتر يكون ستاتيك. الاي بي بتاع البرينتر لازم يكون ايه؟ ستاتيك. وطبعا يفضل ان هو يكون من الرينج اللي احنا عاملين ايه؟ اللي احنا قطعناه في الاول في الدي جي سي بي. سواء انت اي حاجة شغالة معك دي جي سي بي بقى فاير وول او اي حاجة مش مشكلتي. اهم حاجة ان المكنة دي تاخد اي بي ايه؟ ستاتيك. هي كأنها بالنسبة لي سيرفر. اعطينا لها اي بي ستاتيك. ورحنا وقفنا على جهاز مين؟ السيرفر. واتفقنا ان الفايل سيرفر المفروض اللي هو يكون بيعمل ايه؟ هو اللي هيقوم بعملية البرينتنج سيرفر. عشان زي ما قلت لك هو فايل اند برينتنج سيرفر. لو انت عندك عدد برينترات كتير يفضل تخليهم في سيرفر لوحديها مكنه لوحديها افضل يعني بيبقى احسن تنظيميا تعملها في مكنه لوحديها فيرتشواليه لا برضو كتير يعني بص فوق لو مكانتين ثلاث مكانات خلوهم على الفايل سيرفر على البرنت على الاديشنال مش فارقه فوق الاربعه كميه الاوثنتيكيشن هتكون عاليه بقى كميه عدد البرينتنج اللي هيوصل للمكنه هيكون كتير ففي الحاله دي هنحط له ايه نعمل له مكنه يعني كام اليوزر الكل يعني هو كل ثلاثة بيتبعوا على برينتر لا مش محتاج يا عم لا مش محتاجة سيرفر دي يعني. انا بتكلم الكلام ده انت بتشتغل في انتربرايز كومباني يعني انت عندك مثلا الشركة بتاعتك اقل واجب فيها 50 يوزر بيتبعوا ففي الحالة دي يفضل ان انت تعمل ايه اعملها في مية مش تخلي الدنيا مرتاحة معاك امشي براحتك خلي الدنيا متعرفه تعمل ايه سيرفر هو احمد الصورة عنده نت عنده وحش شوية اتفقنا على كده يبقى زي ما قلت لك لو انت عندك عدد اليوزرز كتير او عدد الديبارتمنت كتير وكل ديبارتمنت يا باشمهندس نتورك مين معايا احمد جاد يا احمد النت الصورة واقفة خالص على البرينتر بس من ساعة ما انا لسه ما اشتغلتش لسه فكرة تهنيجة من الصبح لا انا لسه هبدا كده ظهرت عندك حاجة كده تمام والله بركات لسه هبدا اشتغل فاحنا نتفق زي ما قلت لك ان احنا نعمل ايه ان انا لو عندي عدد ديبارتمنت كتير وعدد برنترات كتير فوق الاربعه برنتر يفضل تعملهم سيرفر لوحده يعني تخلي الدنيا استابيليتي عندك حلو خليها برنتر لوحديها يعني خليهم سيرفر لوحدها اصل مكنه هتديها جيجا رامات انت مش محتاج اكتر من جيجا رامات محتاج اكتر من جيجا يا عم عادي فيها ايه ما هو كله نتورك انت بتعامل دلوقتي كنتورك انت مش واصل بي اس بي طب انت عاوز توصل بي اس بي ينفع توصل بي اس بي سؤال حلو ده انت ازاي تقدر تثبتها يو اس بي اقول لك انا انت عندك الويندوز سيرفر اهو طب انت بتشتغل ال 6 اي ما هو استفزني طيب فكرني بيها واحنا شغالين فكرني بيها هي دي النقطه الثانيه بعد النت هي ان هي تبقى برينتر دي يو اس بي بس سواء وصل على سيرفر او وصل على كلاينت خلينا دلوقتي في كبرينتر نتورك دلوقتي فانت دلوقتي شغال عن طريق نتورك فانت هتيجي تعرف البرينتر بقى ازاي
اولا انت لو انت مش لو انت البرنتر دي من البرنترات الحديثه حديثه جدا، انت لازم تدخل على الموقع وتكتب السيريال نمبر بتاع البرنتر او الموديل بتاعها بالظبط. ما ينفعش تدخل عليه موقع تاني، يعني توشيبا لازم تدخل على موقع توشيبا، شارب تخش على موقع شارب، كانون تخش على موقع كانون. سيبك من موضوع التعريفات ولا الدرايفر باكج ولا الكلام، لا انت الحاجات دي لازم تروح تجيبها الدرايفرز من الموقع بتاعه. ليه؟ عشان احنا زي ما اتفقنا في اول حاجة اتكلمنا فيها قلت لك ان انا لازم انزل ايه؟ الكلاس درايفر. لازم انزل ايه يا محسام؟ ال 32 بت وال 64 بت والاي اي. يبقى الباكج كله نازل ليه؟ عشان انت هترتاح، انت تريح نفسك. انت مفروض انت راجل اي تي، طب زي ما بقول لك المثل، انت قبل الشغل ظبط الشغل، فانت ظبط الشغل بتعمل ايه؟ انت بتريح نفسك بدل ما تروح ليوزر يوزر وتعرف له الجهاز برنتر عنده وتنزل وتنزل تعريف ال 32 لا ما اشتغلش، لا تعرف ال 64، انت مش ناقص تعب. فانت بتريح نفسك تعمل ايه؟ تنزل كلاس درايفر. طيب هنيجي هنا مثلا ونقول له ايه؟ طبعا عندك هنا اد برنتر من هنا، او نيجي نقول له رايت كليك اي ديفايس اند برنتر من هنا او من هنا. يعني هنيجي هنا بيقول لك انت البرنتر دي عايز عن طريق الشير ولا ذا برنتر ذات اي ونت ازنت ليست. اقول له طبعا ليست. طب هنا بيقول لك ايه بقى؟ فايند برنتر ان ذا دايركتوري، يعني هي موجوده عندك في الاكتيف دايركتوري ولا هي موجوده عندك في الشيرد، اكتب لي الشير نيم او الاي بي بتاعها، ولا اد برنتر يوزنج دي سي بي اي بي، ولا اد ابلوتوز وايرلس اور نتورك ديسكفر برنتر، ولا اد لوكال برنتر اور نتورك برنتر ويز مانوال سيتنج. هختار اني واحده، انا شغال نتورك، اختار اني واحده. احنا البرنتر دي سؤالك كويس، انا هجاوب على سؤالك وهجاوب على كلمة حسين. انت هنختارها تي سي بي، بس البرنتر دي هتكون واصلة بأنهي جهاز؟ واصلة بأي بي، بس هي هتكون متعرفة على مين؟ على السيرفر. فبالنسبة للسيرفر هتبقى لوكال. مش انت ما بتيجي تعرف برنتر اللي هي اليو اس بي عادية بتقول له لوكال برنتر، صح؟ فانت بالنسبة لك البرنتر دي هتعرفها بالنسبة له كأنها لوكال. طيب هنيجي عند لوكال كده وتقول له نيكست. هنا بيقول لك انت البرنتر بتاعك دي ال بي تي ولا كوم، ولا طبعا لو يو اس بي هتدخلها يو اس بي. انت البرنتر دي اللي انت واصل بيها البرنتر دي، هل هي ال بي تي ولا يو اس بي ولا نتورك؟ هقول له نتورك. ففي الحاله دي انا مش هختار اي حاجه من هنا. امال اقول له ايه؟ اقول له كرييت ا نيو بورت. هقول له انا عايز انا ده جديد ده بالنسبه لي، وكرييت لي بورت. انت هنا البرنتنج ده عامه بياخد بورت معين في النتورك عندك، فانت بتقول له ايه؟ انا عايز اكري ستاندرد تي سي بي اي بي بورت. تمام كده؟ بعد كده اقول له نيكست. بيقول لك لو سمحت اديني هوست نيم اور اي بي ادرس. طبعا انت ما بتدخلش هوست بي هوست نيم، ولا انت بتدخل ايه؟ الاي بي ادرس اللي يروح يرشق فيها على طول. هتقول له مثلا 192 168 10 10 كام؟ 9 مثلا، 10 5. الجزء اللي احنا قاطعينه. سواء انت في الاول او في الاخر دي حاجه ترجع لك انت. يعني انت في ناس بتحب، انا احب اشتغل من 200 ل 254. احب اخلي حاجتي من ورا. في ناس بتحب تخلي حاجتها قدام، يعني مثلا من واحد لحد 50 او حد 5 براحتك عايز يقول لايك. يعني هقول له مثلا 1 5، اقول له يقول لي نيكست. هنا بيعمل ديتكت. يعني ايه ديتكت؟ بيروح يدور على الاي بي ده، هل فعلا في برنتر جوه النتورك عندي واخد الاي بي ده ولا مش واخداه؟ بيروح يعمل ديتكت، بيروح يدور عليه دلوقتي. لا هو مفيش برنتر.
هنشوف. ما تاكل انت ما اكلتش؟ لا كل كل على فكرة يا هندسة، هو نفس الويزرد بيشتغل لما حضرتك بتعرف البرينتر من نتورك من ماشي. اول خالص. عمل ديتكت اهو، وصل لحد فين؟ قال لك ان الكارت النتورك، كارت النتورك المقصود بيه اللي فين؟ اللي في البرينتر. بيقول لك انت كارت البرينتر، كارت النتورك بتاع البرينتر انهي كارت في دولة؟ هي ريكو ولا شارب ولا سوني ولا زيروكس ولا ايه بالظبط؟ ولا ليكس مارك ولا اي بي ام ولا فوجيتسو ولا الو اكس ام ال اكس كانون؟ انا بالنسبه لي مش فارقه ده، انا لو خليتها له جينيريك نتورك كارد هتشتغل، عشان ما تتعبش نفسك. جينيريك نتورك كارد هتشتغل، اقول له نيكست، هيروح يعمل ديتكت ذا درايفر موديل، بيروح يدور على الموديل بتاع مين؟ بتاع البرينتر دي، بيدور عليها. تمام كده؟ حد سامعني كده يا وصلنا جماعة؟ لمرحلة ايه؟ الدرايفرز، الموديل بتاع البرنتر والدرايفرز. هتيجي هنا تشوف البرنتر بتاعتك نوعها ايه؟ يعني مثلا، يعني مثلا انا كان عندي في الشركة توشيبا. توشيبا دي كانت تعريفها أول تعريف ده على طول. فضلت أقلب عليه النت ميت. ما هي بتبقى اللي هي استوديو بلاك أند وايت بي سي ال 6 فيرجن 4. فيرجن 4 اللي هي مبسوط بيها مين؟ انا قلت لك اللي هو قلت لك ايه، من اول ويندوز 2008 ار 2 عندك في نزل فيرجن جديد اسمه فيرجن 4. ايام بقى 2003 ولا 2008 32 ولا 64 العادي كان فيرجن 3، فيرجن 3. طبعا فيرجن 4 ده محدث شويه، كانت هي طبعا انت لو مش موجود عندك يا اما تعمل ويندوز ابديت، تبدا تخش بقى على ابديت والكلام ده كله، يا اما تقول له ايه هاف ديسك. طبعا هنا هيعمل يسرش جوه، هيفتح يشوف النت في انترنت واصل ولا مش فيش انترنت واصل. هاف ديسك انت لو معاك على اسطوانه، او مش معاك على اسطوانة، او انت منزل التعريف من بتاع النت. طبعا هيقول لك ايه، ان مفيش انترنت دلوقتي، هتيجي تعمل له باك ونقول له نكست تاني، خليه يعمل ونختار اي واحده من الموجودين خلاص. ايه اللي مش كومبيوتر؟ هديك انا حاجة تشتغل معاك. التولكيت ليش؟ ماشي. هقول لك ان توشيبا مثلا اول حاجة دي اقول له نيكست، بيقول لك خلي بالك البرينتر نيم اسمها ايه؟ اسمها اهو، اقول له نيكست، بيقول لك انستول، بيقول لك اماني نشيرها الشير نيم بتاعك. طبعا انت بتقول دونت شير ذيس برينتر لو انت مش عايز تشيرها، بس طبعا انت لازم هتشيرها يعني. وعندك بعد كده شير ذيس برينتر، انت بتشيرها سيبها متشيرها، ما انت لازم عشان تشوف ليست ان دايركتوري لازم يكون معمولها شير.
ماشي، هتقول له ايه؟ طبعا اللوكيشن بتاعها هتقول له 4 اتش بي اتش بي اتش ار ديبارتمنت. اقول له نيكست. طبعا انت لو عاوز تعمل برنت بيج تيست نيكست فينيش، ظهرت لك البرنتر اهي. لو دوست رايت كليك عليها هتلاقي عندك حاجه اسمها برنتر بروبرتيز. هنيجي نفتح ده بقى شغلنا الشاغل هنا بقى. ادي عندك شيرنج، هتلاقي عندك في حاجه اسمها ليست ان ذا دايركتوري. لازم تعلم على الامر ده ليه؟ عشان يسيب ليها امر جوه الاكتف دايركتوري. يعني اليوزر دلوقتي لو فتحنا المكنه دي قفلت ليه؟ لو جينا هنا مثلا وجينا فتحنا باليوزر بتاع حسام بيه، طبعا هو متعب وهيقعد شويه قبل ما يصفر. جينا فتحنا من هنا اخترنا اي بي سي، اخترنا عم مجدي، وقلنا من 1 لـ 5. عندنا ويندوز 7 اليوزر بتاعنا هنا. شوف مجدي فتح ازاي ومتعب، لسه متعب. هنيجي نفتح هنا نقول له احنا عايزين سمير. لو الراجل ده مثلا جه هنا وفتح البرينتر، وقال له ايه؟ انا عايز اد برينتر. قال له نيكست. انادر كبرينتر او انادر كمبيوتر نيكست. طبعا هنا لو قال لك ايه؟ فايند برينتر ان دايركتوري وقال نيكست، البرينتر اسمها ايه؟ اقول له فايند ناو وخلاص جابها على طول من غير اي حاجه. طب لو حبيت اعرفها لو دوست له اوكي ليه؟ لو انا النسخه دي 32 بت، النسخه دي 32 بت عشان احنا منزلين ايه؟ كلاس درايفر. كلاس درايفر ده هياخدها سواء 32 بت او 64 بت، اي فيرجن بقى اكس بي 7 فيستا 8 10 او تعرف تاني. وقال لك ايه؟ ان هي جاله منين؟ من البي دي سي. بي دي سي من البرايمري دومين. هو برضه ما دي زي دي، بس دي مشكلتها زي ما قلت لك ان انت ممكن الراجل يدوس كده واقول له ايه؟ ديليت. لا مش جروب بوليسي، مش جروب بوليسي، ماشي كده؟ ده لسه شويه، لسه شويه القصه دي. فاصبح دلوقتي ان البرنتر عندك ايه؟ زي ما قلت لك في حاجه اسمها اللي هي ليست ان دايركتوري. يعني ايه ليست ان دايركتوري؟ يعني انا بسيب خبر ليها جوه الاكتف دايركتوري. طب عندي حاجه امر كده، طبعا شيرز برنتر، ممكن تشيل التشيك بوكس كده البرنتر مش متشيعه. يعني لو انت مش عايز تشيرها هتشيل التشيك بوكس ده وتعمل له ايه؟ قبلها. بمجرد ما انت شلت التشيك بوكس كله اتعمل له ايه؟ ديمت. خلاص انت خلاص، يبقى انت كده مش هيشوفه جوه الاكتف دايركتوري. طب عندي حاجه اسمها رندر برنتر جوبز اون كلاينت كمبيوتر، معناته ايه؟ معناته ان المستخدم اما بيجي يطبع
صوره او ورقه كده الامر بتاعي الاسبول هيبقى جوه الكمبيوتر بتاعه هو مش على السيرفر. لا بس السيرفر اللي هب، بس انا عايز السيرفر مش عايزه عشان مانج. ما هو انت لو سبت الاسبول عنده جوه الامر يروح عنده هو على جهازه هو، يبقى انا كده مش عارف اتحكم في البرنتر. هي باي ديفولت متعلم لك عليها فهتسيبها له زي ما هي، عشان انت اساسك انت بتعمل كده عشان تتحكم في البرنتر دي. لو انت عايز دلوقتي ان هو لا، لو انت عايز تتحكم فيها تخليها، لو انت مش عايز تتحكم في البرنتر هتشيل التشين بوكس، يبقى تخلي سبول عليه هو. بص ريندر برينتر جوبز اون كلاينت كمبيوتر، يعني الكلاينت هو اللي يكون عنده السبول مش عندك انت. عشان تبقى عندي، لو شلناها تبقى عندك، انما لو سبتها كده يبقى السبول هيبقى عند الكلاينت اللي يعمل اوردر. الكلاينت كده اللي هيدي برنت اوردر لو الصوره كبيره اللي هو بيعمل لها سبولينج. طبعا طب انت تعرف ان البرنت الامر امر الطباعه بتعمل ازاي؟ هو اول حاجه لما الراجل بيدوس كنترول بي وبيدي الامر، الامر ده بيروح للسبول، السبول ده بيتعمل له سكان للورقه بتاعتك. يعني سكان بيبدا يعمل لك عمليه تهيئه للامر ده عشان يقدر يطبعه. تعرف كده بيبدا يعمل لك عمليه ايه؟ التهيئه. بتتحول لحاجه اسمها اي ام اف. يعني ايه كلمه اي ام اف؟ كلمه اي ام اف يعني انهانسمنت ميتا فايل. يعني الامر ده بيتحول لحاجه اسمها اي ام اي ام اف اللي هو انهانسمنت ميتا فايل، عشان تقدر البرنتر تاخد الامر بتاعك وتطبعه بلغته هي. ما هي برضو البرنتر ليها لغه، مش هتقدر تطبع لك البرنتر بتاعك. معناه ان المستخدم نفسه هيكون عنده ايه؟ السبول فولدر. طيب البورت، طبعا البورت عندك هنا، لو جينا هنا على البورت هتلاقي عندك ايه. طبعا انت لو غيرت الاي بي بتاع البرنتر، لو انت مثلا لازم تغير البورت، ففي الحاله دي هتقول له ايه؟ اد بورت، وهتقول له طبعا تي سي بي، وتقول له نيو بورت نيكست، هتقول له البورت الجديد بتاعك اسمه كذا، الاي بي يعني هو الاي بي بتاعك كذا، وهتقول له نيكست فينش وخلاص. هتلاقيه جاب لك الاي بي الجديد هنا على مولك يعني. طيب ناخدهم واحده واحده. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه؟ على البرنتر ديفايس، خدنا السوفت وير اللي هو فيرجن 3 وفيرجن 4، صح كده؟ البرنتر سيرفر بقى، زي ما قلت لك ان انا بالنسبه لي البرنتر هنا اصبحت اسمها ايه؟ برنتر سيرفر. ليه برنتر سيرفر؟ عشان اصبح ان الجهاز البرنتر دي واصله بجهاز الكمبيوتر ده بالسيرفر ده دايركت، صح؟ ما هي واصله دلوقتي بالنسبه لي في جهاز السيرفر ده واصله دايركت، فبالنسبه لي دي اسمها برنتر سيرفر. طيب البرنتر نتورك، لو جينا خدنا باقي التبات. طيب ايه كلمة بات الانيبل برينتر بولينج دي؟ تيجي ناخدها؟ هنيجي نعرف البرينتر هنا. البرينتر دي نعرفها تاني. هنقول له ايه؟ اد برينتر. هنقول له ليست. هنقول له كرييت بورت. بص عندك ايه؟ قال لك ذيس برينتر بورت مونيتور فور في ام وير. اقول له نيكست، هنديله مثلا 192 168 10 6 نيكست. هيعمل لها ديتكت برضو زي اللي فاتت. شدتنا في الصلاة.
مش راح اعملها بقى، ما عملهاش كده برضه. أنا نيكست. شكرا لك. هنيجي نعمله ايه هنا؟ هنقول له توشيبا اول واحده. بيقول لك ايه هنا؟ يوز ذا درايف ذات كرنت انستول، يعني انت هتنزله تاني ولا هتعمل ريبليس لل قديمه؟ اقول لا طبعا. هنا هتقول له كوبي داش واحد، احنا ممكن نقول له ايه؟ مش كوبي داش واحد، هنقول له داش 2. طبعا هنا مين؟ اللوكيشن بتاعها 4 سيلز مثلا. اللي انت عايزه، اهم حاجه تعرف بص كده لو جيت هنا كده. طبعا انت في الغالب بص، لو جيت تدوس على التشيك بوكس هنا هيقول لك انت لازم تختار واحده بس، يا اما دي يا اما دي. انما لو انا قلت له لا انيبل برينتر بولينج، لا هينفع اتعلم من الاثنين. ففي الحاله دي مره هيطبع هنا ومره هيطبع هنا، مره هيطبع هنا ومره هيطبع هنا. ادفانسد هو ادفانسد هنا زي ما قلت لك ايه، باي اولويز افيلبل، هي شغاله على طول للناس. طيب لا احنا بنقول له، هتقول لهم ايه؟ هو انتوا شغالين، احنا ميعاد شغلنا من كام؟ من 9 من 8 من 8 ل 4 مثلا. هو طبعا باي ديفولت هم 12 12 يعني 24 ساعه، مش من 8 ل 4 الشغل، من 8 ل 4 يا عم. ماشي؟ وتقول له اوكي. طبعا هنا البرنتر مش متعرفه لسه. لو جينا هنا بقى عرفنا البرنتر عند عم حسام، قلنا له كده ادي البرنتر. طبعا دي اللي ظاهره له، ليه؟ احنا التاني دي ما شيرناهاش. لو جينا هنا دي قلنا له بروبرتيز، قلنا له شيرنج، هنقول له ليست اند دايركتوري. لو قلت له فايند ظهر الاثنين اهو. اقول له مثلا دي تبع السيلز، اقول له اوكي. دايركت راح عمل عليها ايه؟ كونكت فينش. وظهر له من مين؟ من بي دي سي دوت اي بي سي دوت كوم. تمام كده. الراجل ده لو جه هنا بس رايت كليك وقال له ايه بروبرتيز، وقال له ايه ادفانسد، هي متاحه له. شو اسمها عليه؟
هي دي اللي دي من 8 لو في واحدة عملنا فيها التوقيت وهي ما عملناش فيها التوقيت دي من 8 ل 5 يبقى دي لو دي عملنا له هنا ادفانسد وقلنا له انت افيلبل من 9 الصبح لحد الساعة كام؟ لحد الساعة 5 المغرب بس الراجل ده لازم يعمل ايه؟ يروح يدلل دي ويضيفها تاني هيقول له مثلا ايه؟ ايه؟ متعلقة بالتاريخ القديم؟ لا ما سبناهم وما سحناش؟ اه تبقى على القديم ما كنتش لسه سمعت من 8 ل 5 اوف لاين بالنسبة لو جيت برنت تيست دلوقتي هيقول لك طيب البريورتي بتاع ده كام؟ 1 لو احنا عطينا بريورتي للراجل ده هدي له مثلا برنت هدي له الراجل ده البريد بتاعته كام؟ 90 لا هنا بس البريد هدي لمين بقى؟ بص كده لو جينا هنا في سكيورتي وقلنا اد هنقول مثلا مين؟ حسام طبعا هو ده هندي له ايه؟ برنت طبعا انت لو عايز تخليه مانج برينتر ان هو يعمل فيها كل حاجه او مانج هنقول له البريورتي بتاعته ده كام؟ صفر اهلا صفر يا حبيبي طب اشتو انا له 10 بس اورس مسمعتش عشرة اونلاين فين؟ باين اونلاين مش اوف لاين طلبة بره المعيدة احنا معديين دلوقتي التوقيت بتاعها ما هتكون ظاهرة افيلبل بس هو متاح ليه من الساعة كام لكام؟ من 8 ل 5 بس هي 8 ل 5 بس اللي هتطبع فيها واللي متاح افيلبل فروم من كذا لكذا بس هي شغاله في الوقت ده يعني كده ولا مش هتعمل سبول وتريكنج هتوقف لحد ما يجي الوقت بتاعه لغايه ما تيجي معاك وتعمل اون وتفضحه بقى بيطبع بقى ايه مش هيتكنسل هيروح يتحط في الهولد مثلا انت عندك حاجه هنا اسمها هولد هناخدها دلوقتي يعني ماشي كده عندك هنا بقى لو انت عايز تعرف تاني عايز تعرف برينتر تاني تيجي من هنا تعرفها تاني عندك بقى حاجه اسمها سبول برينتر دوكيمنت سو بروجرام فينيشد برينتر فاستر يعني ايه ده يعني بختار الحاجات اللي عاوز تطلبها مثلا ايه لو انا قلت له ستارت برينتر افتر last page is spooled يعني ايه الكلام ده المفترض لان لو عطيت امر طباعه بيروح لمين للسبول فولدر فبيبدا عمليه ايه التهيئه ثم عمليه ايه الطباعه ثم عمليه الاسكان بعد كده الطباعه لو انا قلت له انا عايز سبول اللي هو الستارت برينتنج فاستر last page spooled دي يعني يعمل ايه؟ يعمل سكان على اول ورقه يعمل سكان على الورق كله ويروح يعمل ايه؟ ويطبعه مره واحده. طب لو ايميديال تي يعني بيعمل ايه؟ هيطبع ورقه ورقه
هيطبع ورقه ورقه. طيب لو انا قلت له طبعا البرنت اللي هو برنت دايركت توزس برنتر ده ما بيشتغلش الا على فيرجن 3 خالص، ما بيشتغلش الا على فيرجن 3 بس، ما بيشتغلش على فيرجن 4. طب ده خلي بالك ده مشكله. ايه المشكله؟ ما تنفعش تختار ده، هو بيرمي خالص، هو بياخد الامر يرمي على البرنتر على طول. عندي هولد مس ماتش دوكيومنت، يعني الدوكيومنت بتاعي الغير متوافقه. ما زي ايه مثلا؟ لو انا بطبع ورقه بالطول وحد بيطبع ورقه بالعرض، فبالنسبه لي ايه؟ مس ماتش. يعني هو مين بيتكلم؟ مع محمود. زي ما قلت لك هنا هولد مس ماتش دوكيومنت، لو هي ورقه بالطول وحد بيطبع ورقه بالعرض، فدي بالنسبه له المس ماتش. الحاجات المختلفه يعمل لها ايه؟ هولد. يعني هولد معاك يا هندسه، هيوقفها. بس معاك يا هندسه، بس في حاجه ثانيه. هي انا دلوقتي مثلا لو انا بطبع وحد تاني بيطبع بدل ما في ورقه تتحط زي كده، لا كل واحد لا يا بياخد باشا، مثلا كم؟ انت في الحاله دي في حد بيطبع وحد ورقه في زياده، انت بتدي هنا بريوريتي للناس. تمام انا معاك في الحته دي، بس انا دلوقتي مثلا رحت لقيت حد على الطبعه بيطبع. لا الشغل عندنا هندسه، انا مثلا انا ممكن بعد 10 دقائق بعد ربع ساعه اطلع اخد الورق بتاعي، فانا بخش على الهولد واطبع. لا انت بتدي بريوريتي، البريوريتي بتاعك ان انت مين اللي هيطبع قبل مين، مش الهولد. الهولد ده انت في حاجه عندك بيقول لك هولد مس ماتش. يعني ايه مس ماتش؟ يعني حاجة غير متوافقة. احنا انا عندي هندسة في سيكيورتي على البرنتر عندي، بيبقى كل واحد ليه اليوزر نيم والباسورد بتاع الويندوز، بيخش بيهم على البرنتر وبيخش على الهولد، بيروح جاي طابع الاوردر اللي هو كان عايزه بعد ساعة بعد ساعتين براحته، وهو بيتخزن على المكنة. هو البرنتر مش بتكون افيلبل معاه من الساعة كذا لساعة كذا وبيتعمل له بريوريتي؟ احنا ممكن تحدد له بريوريتي وممكن تدي له وقت ماشي، بس هو الفكره كلها انا دلوقتي مثلا انا في المكتب عندي شغل بخلصه، وبعد 10 دقايق ربع ساعه هطلع اخد الورق بتاعي. لو كل واحد عليه عنده اليوزر بتاعه ليه الهولد بتاعه بيخش. لا ده انت في الحد دي انت بتعملها دايركت على البرنتر، ما بتعملهاش بالاوبشن ده. انت دي بتخش على البرنتر وبتدخل وبتعرفها الاكتف دايركتوري، وبتقول ان الناس دي تطبع بعد كذا وتعمل لها هولد كذا. دي انت بتعملها دايركت على البرنتر، يعني بتقف على البرنتر نفسها وتعملها. انما انت الاوبشنز بتاعي اللي هو هولد مس ماتش، اللي هو لو انت بتعمل حاجه عكس حاجه. ايوه بتعمل حاجه لو ورق مثلا A4 وانت بتطبع A3 مثلا. هو بالنسبه له طب انت الاي 3 هتطبعه على انهي درج عندك؟ انت بتختار انهي درج؟ الحاجات دي كلها الكالر مانجمنت، زي الكالر مانجمنت حاجه زي كده. تمام ماشي. كنت بتقول ايه يا باشمهندس حسام؟ هولد مس ماتش هولد، يعني هو هيطبع هيخلص اللي هناك بعد كده يطبع لك انت. هو هيخلص مش هيوقف خالص، هو الحاجات المختلفه هيخليها على جنب، فطبعا انت بتعلم عليها يعني. طيب كيب برينتر دوكيومنت، يعني اي حد بيطبع ورقه يسيب نسخه. كلمه الكيب برينتر دوكيومنت يسيب نسخه فين؟ اي يسيب نسخه كامله من اللي بيطبعه جوه السبول فولدر. فاهمه؟ بس كده كل الدنيا السبول فولدر بتاعك السي بتاعك هيتقفل خالص. طب ينفع احط على بارتيشن تاني؟ ينفع تحط على بارتيشن تاني؟ ازاي؟ لو جينا هنا وشفنا ايه؟ عندنا دي اهو، ينفع تخش هنا على السي وتخش كده على ويندوز سيستم 32 وتيجي هنا تقول له عايز السبول. سبول وتاخده كات وتحطه هناك. بس خلي بالك لو انت بتدي اوردر وهو راح دخل هنا ما شافش السبول فولدر هيكريت واحد ليه تاني. طيب العمل ايه؟ العمل انت تاخد ده كات كده
تدمله بيست وتاخد اللوكيشن بتاعه. نسكيب البوردر ده. مفيش حاجة مفتوحة. اهو بص كده، هتيجي هنا وتروح تاخد اللوكيشن ده كده وتروح تفتح ده كده كنترول بانل، وهتيجي هنا وهتيجي هنا وهتيجي تيجي تقف على البرنتر اللي انت عايز تعملها وتقول له برنت سيرفر بروبرتيز، وتيجي هنا في ادفانسد وتحط له ايه الباص بتاعك اللي هو سبول برنترز. فين هنا سبول؟ فين البرنترز؟ تاني واحدة اهي، ناخد ده كده ونحط ده هنا. اوكي خلاص، يبقى انت اصبح البتاع دي ايه؟ عايز اعرفها تاني ولا ايه؟ بس هو كده هندسه. فاصبح دلوقتي ان السبول بتاعه فين؟ جوه دي. اه براحتك بقى، هيسيب لك نسخه من اللي بيتطبع. سامعني كده هندسه؟ دكتور يا باشمهندس، ما خلاص ما تعالى دي بقى، دي ده بارتيشن تاني خالص. سامعني كده هندسه؟ اه معاك. هو كده انت عملت اركايفنج للسبول بتاع البرنتر، بحيث ان مثلا لو في اي برنت حصل خلال اليوم انت عايز تعمل عليه تشيك اب ترجع للسبول ده. ايوه بترجع للسبول ده في حاله ان انت تقول له كيب برنتر دوكيومنت، يبقى انت سيب لي نسخه من البرنت من اللي اتعمل له برنتنج النهارده، حطه لي فين؟ في السبول اللي عديه. في السبول اللي عديه اللي هي هنا. تمام تمام. بس دي حلوه كده انت لو انت عايز تعرف ايه اللي حصل لك النهارده، يعني ايه اللي طبعته بالظبط. هي حلوه رقابيا، يعني لو انت مثلا مش موجود في مكتب، مش موجود في المكان، وحد استغل ان انت مش موجود وطبع، فانت تقدر تراجع اللي حصل خلال اليوم مثلا. ايوه تقدر تعمله منه وتلجي فيها يعني. اتفضل يا باشمهندس حسام. وهتاخد كل الحاجات لما انت تحط له كل حاجه، وهو ما هو عرفها لي تاني، طلب مني تعريف تاني، خد الدرايفر حطها هناك تاني. يعني انت بص عندك هنا لو فتحت السبول هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها درايفر وبرنتر. ايوه انا فاهم. هو ممكن يبقى يعرف الدرايفر دي، لا انا مش محتاج ان انا بس هو طلب ان هو يعرفها تاني، طرف عارف البرنتر تاني على الباص كده. ايه طلبها دلوقتي؟ ما خدتش بالك؟ لا طلبها تاني. طب ممكن سؤال هندسه؟ اتفضل. في السبول فايل نقدر نعرف مين الشخص اللي عمل برنت وكم عدد يعني في، هل في مثلا انفورميشن معينه اقدر ان انا اطلعها يعني مين مثلا الشخص اللي عمل برنت؟ الراجل ده مثلا ده كده لو جينا هنا يعني خلينا ندي امر برنت كده ونشوف ايه اللي هيحصل في السبول فايل. يعني مثلا ده لو جينا فتحنا البراوزنج عادي. خليكي هنا بس، خلي الراجل ده افيلبل على طول يعني. شايف؟ اهو. هقول له مثلا اي برنت هنا، اقول له برنت هنا بقى. اهو ظهر لك اهو، شفته مع حضرتك معايا؟ هي دي الفولدر بتاعه او الفايل بتاعه، طبعا هيكون مشفر يعني.
مش حاطط مين اليوزر اللي طالع صح؟ لا لا ودي بقى انا كنت عايز اشوفها، عشان لو مطلع لي اليوزر نيم توشيبا جوب بي سي نيم. ال اكس مش مطلع اي انفورميشن، كلها انكريبتد حتى. بالنسبه بقى للهندسه، انا عندي على الهولد بالنسبه للطبعه توشيبا، بلاقي عندي في الجوب ستاتوس مين اللي كان طبع وكم بس هو عدد انت الورق اللي طبعه والساعه بتعمل كام. لوكال اصلا، اللي عندك بتعمل لوكال، هو عطيلك البريوريتي 99 اهي، انا مش عطيلك اسمه مين. دي ملهاش اي فايدة هندسة كده، يعني ايه فايدتها؟ طب معلش يعني هل ليها فايدة معينة؟ يوزر لوجن، ان انا هو المفروض يعني بتبقى ظاهر لك اسم الشخص يعني. هو اعتقد ان دي مثلا بتحميك، مثلا لو انت مدي امر وحصل مثلا مشكلة في الطابعة او اتنزلت اوفلاين او حاجة، تقدر ان انت تكون حافظ البرينتنج لا المفروض اوردر بيظهر لك بتاعها. لما حد بيدي امر، بيظهر لك هنا ان فلان عطى امر برينتنج، يعني بيظهر لك هنا كده. بيظهر لك هنا برضه. كل مرة نقف عليه. نشيل السبول دي بقى تلاقيه. ده الامر اهو اللي عطيه الاونر حسام. بص معايا يا باشمهندس، باشمهندس جاسر. ايوه هندسه معاك، انا معاك معاك. بص الامر ظاهر لك اهو، ده حضرتك طلعته منين؟ معلش من الفولدر نفسه اللي حضرتك عملته في لا الدي، برنتر نفسها اهي. مش ده في ده في ما هو ده بيختفي يا باشمهندس من بعد ما ما بعد ما بتطبع، تاخد بيختفي الامر بتختفي. بتختفي. بس انا بتكلم بقى، انا بتكلم از هيستوري، المفروض هل ان انا الامر ده اقدر بيروح اطلعه من للناس. الفولدر اللي حضرتك كريته؟ والا كده ما يبقاش لي لازمه، الا اذا مثلا الموضوع ده اتعمل، لو مثلا الطبعه مثلا وانت بتطبع ده نزلت اوف لاين، حصل حاجه في الكهرباء، فبالتالي هي بتكون مثلا كيبنج او سيفنج للاوردر بتاعك في الفايل ده. او ده اكيد، ده اكيد يعني الاستفادة الوحيدة منها. عارف بس انا فاكر ان بتظهر هنا يقول لك فلان بيطبع كذا، بيظهر لك ده مسج عندك هنا. اجيب تعطينا امر هنا حتة كمان برضه يا باشمهندس، حضرتك ذكرت الكونفرت بالنسبة للطبعات اللي ممكن تحولها نتورك. أنا اه كان بس عايز أقول لحضرتك حاجة، لأن أنا عن تجربة شخصية على الإبسون ال ال كيوب استخدمت كونفرتر وحولتها نتورك برينتر، كتر الكونفرتر في النتورك بتعمل مشكلة للطبعات، لا يعني ما انت بعد مش كده لما هتعملها للدنيا كلها، هما يا واحد يا اتنين اصلها مش تابتك. انا عملتها لحوالي 3 طبعات بس، كان دايما طول الوقت الكونفرت لما باجي ادي امر للطباعه بلاقي الطبعه محتاجه ان انت تعمل لها يا اما ريستارت، يا اما تعمل للكونفرت ريستارت او تفصل الفيشه وترجعها تاني. فانا هو مش بقول ان للدرجة يعني، الكونفرت كتير في النتورك بيعمل مشكله. ما انا بقولك مش للدرجة يعني الكونفرت يعني بتطلب. ف شايف
مش كاتب لك فيه اي حاجه اصلا. خلاص لا كاتب لك مش مهم. اهو اهو حسام اهو. هو يعني مش مديهالك صريحة برضه، تقريبا ممكن يكون ده يعني مش بغرض ان انت تاخد منه انفورميشن قد ما هو يحفظ لك البرنت اوردر بتاع الطبعة. هو في برامج بتعمل القصة بتاعة الاوديت على البرنترز دي، بتحدد مين اليوزرز اللي عملوا طباعة. اه بس لأن انا هو بتكلم اصلا الويندوز نفسها يعني. اه لأن هو لا اصلا مش الفايل، بيلت ان في الويندوز بقى. لأن هو اصلا فايل انكريبتد ده يا باشمهندس. اه سواء كان جايب لك اسم حسام هنا. اه ما هو ممكن يجيبه مرة بعد كده ما يجيبوش في يوزر تاني، فهتلاقي الدنيا متلخبطة، مش هي مش فورمة واحدة، الانكريبشن ده بيختلف هو كاتب لك حسام حسام. من اوردر لاوردر. اوكي تمام يعني تمام مش فاهم يعني ايه يختلف على الاكتيف دايركتوري. لا ما هي الجروب بوليسي، انت بدل ما بتعرف تعرفه مانوال هيتعرف بس اوتوماتيك. لا ده بيس باي ديفولت ان انت ايه بتعمل لك ديبلوي للمكنه بس يعني. ماشي ايه هو لسه ما كنتش جنبيها. لا برضه هندسة كنت عايز اسألك على حاجة، ناس كتير قوي نعم مثلا يعني حضرتك باشمهندس سامعني؟ معاك اتفضل. بقول لحضرتك انا كان عندي تجربة كده، كنت شغال ريموت ديسكتوب بالنسبة للبرانشز عندي، ونقلت من سيرفر 2003 ل 2012. الطابعات اللي عندي كانت ابسون كلها موجودة في الفروع، فطبعا ملهاش تعريف على 2012، فدي عملت معايا مشكلة. الطابعة تتعرف بس تيجي الاعدادات بتاعتها ما تبقاش مظبوطة في طباعة الورق، فين وفين عقبال ما وصلت لسكريبت معين عشان تقدر تظبط الاعدادات بتاعة الورقة على الطابعة وبتاع وتحط على 2012 عشان تظبط معاك. هل الموضوع ده بقى ليه حل بالنسبة للطبعات القديمة اللي بتتعرف على سيرفرات جديدة؟ لأن ناس تقول لك إيه غير الطبعات مثلا، تلاقي إن التكلفة ممكن تبقى أكتر من ال ده كتير طبعا. يعني واخد بقى لو على عدد كبير هتبقى كتيرة، فناس تقول لك هات مثلا إيه ال new versions بتاعت الطبعة مثلا، هات لك طبعات جديدة تبقى متوافقة مع الويندوز. لا هو انت ممكن زي ما قلت لك تنزل الكلاس بتاعها، لو تدور على الكلاس او تحط تنزل الكلاس بتاعها من على الموقع نفسه. اتفضل. يعني الكلاس بتاعها، هل الكلاس ده بيبقى متوفر؟ ده السؤال بقى، هل الكلاس هيبقى متوفر بالنسبة للبرنترز القديمة ولا بيبقى نازل للبرنترز الجديدة اللي هي بقى من بعد ال 2008 مثلا؟ زي ما قلت لك، لا انت هتنزل يا اما فيرجن 3 يا اما فيرجن 4، يعني كده تلاقي لها فيرجن 3. لو فيرجن 3 هتعرف تتعامل معاها برضه يعني. تمام اتفضل. تمام. في كل الحالات استفاد بحاجة بالسبول؟ طب ما انت في برامج زي ما قلت لك، زي محمد كان بيقول لك دلوقتي في برامج بتعمل لك ايه مونيتورنج على طول دايركت، زي مثلا في برامج دايركت بتعمل لك ديبلوي لاي برنامج انت عايزه. يعني ممكن ما تستخدمش الجروب بوليسي ان هي تعمل ديبلوي، في برنامج انا لسه مستخدمه بيروح يعمل لك ديبلوي في برضه في ثواني، يعني عدد اجهزه انت عايزه، اي عدد انت عايزه، وبيجيب لك اختيار هل انت هتنزله على دومين كنترول ولا جروب ولا ورك جروب. وبالنسبة للبشمهندس جاسر كان بيسأل على البرنترات القديمة، ان هو لما عمل مايجريشن لسيرفر جديد كان عنده مشكلة، ممكن هو يعمل مايجريشن للانفايرمنت نفسها بس يسيب سيرفر. ما هو المشكلة عنده البرنترات فيرجن قديمة. قديمة. ما هي البرنترات ايوه قديمة. يسيب سيرفر مثلا 2003 في الانفايرمنت نفسها،
ويخليه هو برنت سيرفر للبرنترات دي بس، ويبقى باقي ما هو انت الدنيا كلها مثلا ما هو انت 2000 2012 ما هو مثلا. لازم هينزل فيرجن 3، فيرجن 3 برضه هيشتغل 2012. لا هو معاه الدرايفرات اللي كانت بتشتغل على الـ على الويندوز القديم، يستيل لسه يخلي برنت سيرفر اللي هو كان شغال 2003 معاه اوريدي، يخليه شغال معاه ويبقى هو البرنت سيرفر بتاع السيرفرات القديم بتاع البرنترات القديمة، والجديد كله بقى يشغله على دنيا تانية. ممكن دي فكرة تانية يعني، ما فيش مشكلة، دي برضه زي ما قلت لك زي ما انت بتقول كده فكرة تانية. طيب نكمل احنا شغلنا بس عشان الوقت الساعة 12 و10. احنا وصلنا كده، هنقول ليست اند دايركتوري. طبعا احنا خدنا كل اللي خدنا السبول وخدنا الاد بورت، خدنا الادفانسد. هنا بقى تي الزياده هنا اللي هي اسمها ايه، سبيكترو بيج، ان هو يحط لك ايه، يا اما ورقه فاضيه بعد كل امر، او انت ممكن تضغط عليها وتقول له براوز لو انت عندك لوجو او صوره او اي حاجه يقدر يحطها لك يعني بعد كل امر. اسمها ايه؟ سيبريت، اسمها سيبريتور، ماشي كده. طبعا الكلر هنا السكيورتي، لو انت بقى هتضيف يوزر معين او جروب معينه هم اللي هيقدروا يطبعوا على مين؟ على البرنتر دي. وطبعا انت دي بتعملها يعني، انت الاي تي وانت عندك هنا الاي تي عامل له جروب، عادي عامل مثلا جروب هنا اسمه جروب مين؟ الاي تي. هتروح تدخل عليه مين؟ هتقول له اد اوف جروب، هنقول له اي تي، ماشي. هتيجي هنا هتقول له لا انا مش عايز اخلي الايفري ون، هقول له مين؟ اي تي. هو ليه ايه؟ برنت. يبقى الوحيد اللي هيقدر يطبع فيه مين؟ حسام. ماشي كده. طبعا هنا طبعا الديفايس سيتنج، لو انت هتغير شكل الورقه تخليها اي 3 اي 4 بالعرض والطول اي 6 كده يعني، الحاجات دي مش هنيجي جنبيها يعني. يبقى احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ لو نرجع لكام نقطه بتاعتنا، خدنا برينتر نتورك، خدنا اللوكيشن، خدنا الافيلابيلتي، خدنا البريوريتي، خدنا السبولر السبولر سيرفيس، خدنا البرميشن ان انت تقدر تدي للناس اي حد. هنا مثلا بتيجي تقول له هنا ايه برنت بروبرتيز، وتيجي هنا في السكيورتي تقول مثلا ايه ان الاي تي ده هيكون لي برنت او مانج ذس برنتر. يعني مثلا ندخل يوزر تاني هنا ومش هندخله على الجروب ده، نقول مثلا ادي نيو يوزر ونسميه مثلا جيسر. هنيجي هنا نقول له printer properties، هنقول له security guesser. هنا guesser هنقول له ايه، انت هتاخد بجانب ان انت تقدر تعمل print، هتقول له ايه print this manage this print. لو جينا فتحنا كده guesser هنا من على ويندوز 7 اسهل، هنقول له log off. Gracias.
بص كده لو جينا هنا في هارد وير برينتر كان له اد نود نتورك، طبعا هي مسرش اللي علينا. انا رايح نفسينا هنا برضو، ايه احنا عايزين فايند ان دايركتوري، هناخد اللي هي 4 IT، نقول له اوكي. دي مش قادر نكونكت. ايرور المعتاد ده. ده لازم يرستر المكنة. نعمل بوز للفيديو. اشتغل اونلاين افضل لك يا هندسة، حتى لو من البيت. هنيجي جينا هنا نقول له بروبرتيز، هتلاقي عندك كل التابات متاحه هنا، تقدر تعمل اي حاجه. ليه؟ عشان احنا لما جينا هنا قلنا له ايه؟ ان انت واخد مانج ذا سبرنتر، مانج ذا سبرنتر ان هو يقدر يعمل اي حاجه في البرنتر. اوكي؟ معلش هندسه، ممكن سؤال؟ اتفضل. ايه الفرق بين السكيورتي اللي موجوده في البرنتر بروبرتيز والسكيورتي اللي موجوده في البرنت سيرفر بروبرتيز؟ فين البرنت سيرفر دي؟ البرنت سيرفر بروبرتيز هنا اولا التبات اللي موجود فيها ايه؟ كسكيورتي هنا؟ كسكيورتي هنا الناس كلها ليها ان هي تشوف البرنتر وتقدر تطبع. ده كل الناس. انما انا هنا ده حاجه اسمها سبيشال بيرميشن، ان انا باجي اقف على البرنتر نفسها وبقول له ان انت كبرنتر اللي خاصه بالاي تي ان انت ليك تقدر تعمل ايه؟ تقدر كتقدر تحدد له ان انت تقدر برنت بس، وتقدر تدخل يعني فيها يوزر، تدخل فيها ديبارتمنت يعني. هنا بتخص يعني ديبارتمنت بتاع مين؟ الاي تي. الاي تي بتخص انهي برنتر اللي هي خاصه بمين؟ الديبارتمنت بتاع البرنتر بتاع الاي تي اللي احنا قلنا اللوكيشن بتاعها دي اللي هي 4 اي تي. طيب هنا هنا ده الكل، يعني دي معمولة للكل، للكل برنت سيرفر هنا السكيورتي بتاعتها معمولة على الناس كلها على مستوى كل البرنترات، لكن السكيورتي اللي موجودة في كل برنتر هنا معمولة لخصائص برنتر دي بس. عندك طبعا حاجة تاني فكرتني بيها، ان انت لو جيت هنا في اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوتر، جيت هنا عند يوزر وجيت هنا قلت له فيو ادفانسد فيتشرز، وجينا هنا في يوزر هتلاقي في عندك هنا جروب اسمها اوبريتور، برنت اوبريتورز، برنت اوبريتور. فين هي؟ هتلاقي في البلت ان يا باشا، في البلت ان. البلت ان مش شايفها هنا. طبعا العضو هنا في البرنت اوبريتور هنا مش شايفها اهي، هنا اللي هو ممبر هنا يقدر ان هو يقدر يعمل مانجمنت لاي برنتر موجود عندك على الدومين، يقدر يعمل فيها اي حاجه اللي هو عضو في الجروب دي اللي هو برنتر اوبريتور. هو باي ديفولت الدومين هو واخد كده كده، الدومين هو ليه ليه ان هو يعمل اي حاجه. هنا طبعا الفولدر اللي احنا عملنا ايه؟ كريتناه عشان يرمي عليه السبولر هناك اللي احنا بنقوله. انت برضه ممكن تعمل له ايه؟ تكريته من هناك يعني. تقدر تكريت فولدر وتدي له اللوكيشن بتاعه ان هو يرمي عليه. هو مش عايز هو عايز لوكيشن. هو باي ديفولت بيرمي على السي. بس اهو. اديله الفولدر ده بس يعني. طيب.
احنا خلصنا كده البرميشن، خدنا البولينج. ايه البرنتر بولينج اللي احنا خدناه زي ما قلت لك اللي هو بيعمل ايه؟ طب معلش انا لو اديته لوكيشن من غير ما اعمل كات للسبولر فولدر اللي موجود على الويندوز هيكريته هو لوحده؟ لا ما هو كده مش هيبص مش هيبص خالص على السبول اللي موجود جوه الويندوز، هيبص على اللي انت فين، انت عملت له ايه، اللي انت حددت له هنا. قصدي هيكريته هو لوحده، هيكريته تاني ولا ما هو في كل الحالات؟ لا هو هنا انت بتدي له باص في مكان تاني في لوكيشن تاني. طيب هو هنا بالنسبه لك انت هنا هيكاريت واحد، ما هو خلاص اللي هنا ده مش هيبص له تاني، هيكاريت بقى ساعتها في الباص الجديد. في الباص الجديد ما هو هنا ده خلاص بقى هيكاريت اوتوماتيك. ادي فين هنا السبول، مفيش حاجه اسمها سبول. قصدي ان انا مش محتاج ان انا الف على المكنه نفسها. ماشي تمام. لا خلاص مش موجود هنا خلاص اهو، ماشي كده. يبقى احنا خلصنا السبول. باقي الانترنت برينتر. الانترنت برينتر طبعا ليست ان دايركتوري خدناها ان انا بسيب ايه خبر جوه الاكتيف دايركتوري. طيب بالنسبه للديبلوي والانترنت برينتر لازم تيجي هنا على السيرفر اللي انت هتشتغل عليه، وتيجي هنا عند السيرفر مانجر وتيجي تقول له اد رول اند فيتشرز، وتقول له نيكست نيكست نيكست، وتيجي تقول له انا عايز ايه، انا عايز برنت اند دوكيومنت سيرفيس. تمام كده بتعلم عليها، تقول له اد فيتشرز نيكست نيكست نيكست، بتقول له انا عايز برينتر سيرفر وعايز انترنت برينتر. بيقول لك انا هنزل اي اي اس، اقول له ماشي اد فيتشرز. ما هو انت لازم عشان هعملك زي موقع كده عليها، ماشي، اقول له نيكست 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 انستول. هنا بينزل لك ويب سايت، بيعمل لك زي ويب سايت. طبعا هوقف الفيديو قبل ما ايه خلاص، بس هو خلص خلاص مش مشكله. طب بصوا انت من تحت النظاره مش عارف ليه يعني. دي هندسة كان بيجيب في سيرتي من شوية. هندسة والله. كده احنا خلصنا اهو. هنيجي هنا في السيرفر مانجر. هتلاقي هنا في تولز هتلاقي نزل لك حاجه اسمها برينتر مانجمنت. البرينتر مانجمنت لو جيت وقفت عليه هنا في برينتر سيرفر هتلاقي اسم الدومين بتاعك، عندك برينتر، هيجيب لك كل البرينترات اللي متعرفه عندك هنا. ايه دي يجيب لك فيها ايرور، فاحنا ممكن ايه تيجي تقعد نقف عليها ونقول له ديليت. فريش كده هيمسحها لك. هنا ممكن تيجي تقول له تيجي تقف عليها وتقول له ايه سيت برينتر ديفولت، لان هي دي البرنتر الاساسيه. لو انت هتقول له مثلا ايه، لو انت عايز تخليها ريموف فروم دايركتوري، يعني هيشيل لك التشيك بوكس اللي موجوده فين اللي هي ليست ان دايركتوري، ان هي تبقى سايب لها خبر في الاكتف دايركتوري. طب انا لو عايز اخلي البرنتر دي بقى تروح تتسطب على الناس اوتوماتيك، يا عم سمير سيب الموبايل، هتيجي تدوس عليها رايت كليك وتقول لي ديبلوي ويز جروب بوليسي. تمام كده، هتقول له براوز، انت عايز تطبقها على مين؟ هتيجي تقف هنا هتقول له مثلا عايز اطبقها على الاي تي. طيب عندك اتنين او يو هنا، ممكن تيجي تقول له هنا ايه، تيجي تكريت له جروب بوليسي وتقول له ايه دي برينتر، تكريت له هنا جروب بوليسي وتسميه ايه برينتر. طيب هنا بيقول لك ايه، انت عايز ذس يوزر ذات ذس جروب بوليسي ابلايز بير يوزر تو بير يوزر، يعني هي البرنتر دي هتروح لليوزر لو فتح الاكونت بتاعه من اي مكان، ولا انت عايزها بير ماشين
ولا على المكنه، هيفتح يلاقي البرنتر دي متسطبه على المكنه. براحتك يعني، احنا ممكن نقول له ايه بري يوزر، خليها تبع اليوزر، نقول له اد ابلاي، قال لك ان ايه برنتر ديبلويمنت اور ريموفال اوبريشنز سكسيدد، يعني هي اتعمل لها ايه طبقت خلاص. تقول له اوكي كل اللي عليه. طب الايو ازاي هتشاور؟ فين الايو؟ فين الجروب بوليس بتاعها اللي هتبقى متكريته جوه؟ انت الايو عندك لو جينا فتحنا هنا، سؤال كويس، لو جيت فتحت هنا الجروب بوليسي مانجمنت، هو انت عندك الايوهات اهي، طب الايوهات دي متكريت فيها اي جروب بوليسي؟ انت بكريت لهم جروب بوليسي؟ انا بكريت انا جريت جروب بوليسي، هو لازم يشوف قدامه جروب بوليسي زي دي. هو دلوقتي موجوده اهي، وهتلاقي نزل جوه الجروب بوليسي. لا ما هو فيش حاجه هتنزل، لازم انت تروح فين يا ابني؟ تحت دي جروب بوليسي. ايوه انزل بقى تحت كده في جروب بوليسي اوبجكت. في انا مش اوبجكت اهي، افتحها بقى هتلاقي نازله البرنتر اللي انا عملتها هناك. دي انا لسه مكريتها انا دلوقتي، انا لسه مكريتها دلوقتي. براحتك. لا بس انا بعملها من هناك يعني بخطوه واحده من مكان واحد، ان انا بكريتها له من هنا على طول دايركت يعني. فاقول له ايه؟ اقول له بلاي ويز جروب بوليسي وبعلم له. معلش الصوت اللي فتح الصوت. واجي هنا واقول له ايه؟ رن. اقول له عشان اعملها له جروب اللي هي ايه جي فورس. جاب ده لا ما هي دي الاداره. لا ما هو انت كل اداره هتكريت لها الجروب بوليسي بتاعت البرنتر بتاعتهم. البرنتر دي، البرنتر اللي انا واقف عليها دي، انا البرنتر اللي هي الجروب بوليسي. اه طبعا. ما هو انا بص هنا، انا مضطر بقى اغير اسم الجروب بوليسي دي. بص دي مثلا هتقول برنتر مثلا فور كذا، فور الديبارتمنت الكذا، على حسب الديبارتمنت اللي هي فيها. يعني عشان انت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي انا شغالها الاي تي، ده خاص بمين؟ بالاي تي. خلي بالك انت لازم تيجي تقف هنا وتعمل حاجه تاني في جروب بوليسي. ايه هي؟ ادي جروب بوليسي بتاعت مين دي؟ برنتر. هتيجي تقف عليها هنا كده وتدوس له رايت كليك وتقول له اديت، وهتيجي هنا تقول له بوليسز، هتقول له ادمنستريتف تمبلت، وهتيجي تقول له هنا تخش على كنترول بانل، من كنترول بانل هتيجي عند برنترز، وهتقول له ايه بريفنت اديشنال، بريفنت اديشنال فور برينتر، وتروح تيجي هنا تقول له انيبل. طب دي معناتها ايه؟ معناتها ان ما ينفعش يشوف اي برينتر غير البرينتر اللي انا بديها له بس من عن طريق جروب بوليسي. مش هياخد اي، مش هيقبل اي برينتر الا اللي جاي له من فوق جروب بوليسي. يعني هو لو حب او انت حبيت تتعرف له برينتر تاني براحتك زي ما انت عايزها، بس انت مش تقدر تطبقها على المانجر. المانجر لا، البرنجر ده بيبقى عنده كذا برنتر، فانت الافضل ان انت تعملها لك. لا ما هو ممكن يكون عنده يعني مثلا في احد الشركات اللي بعمل لهم سبورت، هو بالراجل ده بالمانجر بيبقى فيه برنتر سيرفر على الشركه كلها لازم تكون متعرفه عنده، في برنتر عند السكرتيريا تكون متعرفه عنده، وفي برنتر خاصه بيه بتبقى لوكال على الجهاز بتاعه متعرفه عنده. فهو لازم يكون شايف ثلاث برنترات دول. ده في حاجه تاني اقول لك عليها، ان انت ممكن لو انت في في بي ان ما بينك وما بين اي فرع من فروع الشركه، بتظهر لك هنا البرنتر او تظهر للسكرتيريا البرنتر هنا، فانت بمجرد ما هي عطت امر الطباعه، امر الطباعه ده هيطبع هناك مش هتطبع عندك انت. ليه؟ ما انت ظهر لها اسم الطبعه بتاعتها اللي عندها هناك،
ظهرت عندها هي. فعشان كده انا بقول لك ايه بريفنت اديشنال فور برينتر دي تطبق على الديبارتمنت دي على اليوزر مش كلهم. المانجر لا، عشان المانجر زي ما قلت لك بيحب لازم يكون عنده برنترات كتير. السكرتيرة بتاع المدير ايه؟ اه براحتك، انا بديك الاوبشن ده وبديك الاوبشن ده. فاحنا طبعا عملناها لمين دلوقتي؟ عملناها لجاسر مثلا هنا. هتيجي تقول له من 1 لـ 5 هنيجي نمسح البرنتر دي، نعمل اول ريموف، نخش مثلا بمين؟ شنو مثلا بحسين. لسه ما طبقتش. جاي ابديت. طبعا يا هندسه زي ما حضرتك تفضلت كده، يفضل ان انت تعمل فيرتشوال ماشين وتنزل عليها الفيتشر بتاعت البرينتر، مظبوط؟ اه طبعا المفروض دي احسن يعني، بدل ما يبقى، لانه كده حضرتك عاملها على الدومين كنترولر تقريبا. اه الدومين ده انت بتعملها على مكنه زي ما قلت لك، لو عندك عدد كبير يفضل انت تعملها في مكنه لوحدها يعني. انا بشوف ان الدومين كنترول ده ما ينفعش ان انت تسطب عليه اي لا فيتشرز لا تانية خالص. بتاع البرنت على الفايل سيرفر اصلا. اه تمام يا هندسة. هنيجي نفتح من هنا الكنترول بانل، مجتش ليه؟ تعال بص هنا، تعال بص هنا.
صغر لي. الظهر لي عشان احنا ما سجلناش الحته اللي فاتت بس ف هعيدها لك تاني. يعني مثلا باجي هنا اقول له 10 100 باك سلاش واقول له ايه برنتر اس، اقول لك انت مين، اقول له مثلا انا اسمي عماد وهذا الاي بي بتاعه، هيعمل كونكت على البرنتر. تعمل بعد كده تعمل كونكت عليه من على الموبايل بتاعك، هتظهر لك تطبع على طول بقى. نفس القصة في أي جهاز أهي ظهرت لي أهي، أقول له مثلا البرنتر اللي أنا واخد أوتوريتي عليها أهي ظهرت لي هنا. هل لو هكمل كانسل أو هعمل بوز للبرنتر تعملها من هنا كده. البرنتر ليستة، دي الليستة اللي عندي.